سؤال ثالث موضوعه مسرح شابين داخل بئر للفحم الحجري بمدينة جزرة. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق هذا المغربي للشغل لتقديم السؤال. فريق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس، سيدات السادة الوزراء، سيدات السادة المستشارون المحترمون، نريد من خلال طرح هذا السؤال أن نطمئن على مسار الحوار مع المكونات الديمقراطية ومع ممثلي شباب الحراك بالإقليم، ونعرف ماذا أعددتم كحلول آنية لوقف النزيف وكبرامج ومخططات للنهوض بأوضاع المنطقة وساكنها وبعث الأمل في شباب الإقليم. إننا نحرص دائما في الاتحاد المغربي للشغل على تجنب الحديث في مثل هذه المناسبات الأليمة والمحرجة، ولكن واقع السياسات العمومية ديالنا الفاشلة والنتائج الكارثية ديالها على الأبناء وبنات المغرب كي يستفز المشاعر ديالنا ويذكرنا بالإحساس بالغبن وبالظلم. في أحداث الحسيمة كنا قد دعونا إلى التحلي بالصبر وإفساح المجال للحوار مع الساكنة، ولكن للأسف تم ترجيح المقاربة الأمنية والنتيجة يعلمها الجميع. وقد أكدنا حين أن أسلوب العصا لن يحبب الدولة لأبناء الشعب المغربي بقدر ما يؤجج مشاعر الحقد والكراهية المهددين للسلم والأمن الداخليين. سيد الوزير، تم إغلاق مناجم وتركت المدينة وسكانها لمصيرهم بدون أي بدائل اقتصادية ولا بنية تحتية ولا مرافق اجتماعية تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم. جرادة اليوم السيد الوزير هي مدينة من كوبا، هي الأولى من حيث نسبة البطالة وهي الأخيرة من حيث مؤشرات التنمية. حالها حال العديد من المدن المنجمية وغيرها من المناطق المغربي المنسي والمقصي. تستغل ثرواتها وسكانها أبشع استغلال، وتلوث أرضها وسماؤها، ولا ينالون من ذلك إلا الأمراض المزمنة وتيتم الأطفال وترمل النساء. سيد الوزير، إشكالية جرادة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما دام الإصرار على نهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، وما دام الاستمرار في الالتفاف على المطالب الجوهرية والمريحة للفئات الشعبية، مطالب الديمقراطية والكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية. ولن يوقف هذا المد الاحتجاجي النضالي إلا إرادة سياسية صادقة وحازمة للقطع النهائي مع هذا الوضع وبناء عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة المفقودة ويؤسس لسلم اجتماعي دائم. والسلام عليكم.